أكدت منظمة الصحة العالمية من أن داء السمنة وصل إلى نسب وبائية في أوروبا وقد يمثل خطرا حقيقيا يهدد العالم قريبا. وحذرت هيئة الرقابة الصحية في المنظمة من أن المعدلات ما تزال تتصاعد وأنه لا يوجد بلد في المنطقة يتوقع أن يحقق هدف منظمة الصحة العالمية الخاص بالأمراض غير المعدية المتمثل في وقف ارتفاع معدلات السمنة بحلول 2025. ويسهم المرض في وفاة نحو 1,200,000 شخص ويسبب نحو 200,000 حالة إصابة بالسرطان في أوروبا لوحدها سنويا، وسط مخاوف من أن ينمو هذا الرقم بشكل أكبر. وفي بعض البلدان من المتوقع أن تتجاوز السمنة عوامل خطر الإصابة بالسرطان الأخرى بما في ذلك حتى التدخين كما يقول التقرير. وفي الوقت الحالي يعاني 59% من البالغين في أوروبا من زيادة الوزن أو السمنة وفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية، كما تؤثر هذه المشكلة على الأطفال حيث أن نحو 7.9 من الأطفال دون سن الخامسة والبالغ عددهم 4,400,000 يعانون بالفعل من مشاكل الوزن الزائد. تنضم إلينا للحديث حول هذه القضية دكتورة رشا الموسوي أخصائية تغذية عبر سكايب. بداية دكتورة رشا أهلا بك. قبل أن نبدأ الحوار اسمح لي أن نوجه كل التحية لكل المصابين بمرض السمنة، نعلم بأن هذه المسألة مسألة حساسة، نكون لهم كل التقدير، ولكن حفاظا على سلامتنا وسلامة المجتمع ككل، ما معنى أن تقول منظمة الصحة العالمية بأن مرض السمنة أصبح يشكل نسب وبائية في أوروبا تحديدا وربما ينتشر في كل أنحاء العالم؟ هل المسؤولية مسؤولية فردية على كل شخص منا أم ماذا؟ مساء الخير عليكم يا رب، مساء الخير على الشعب العراقي تحديدا وعلى الشعب العربي عموما. طبعا تصريحات منظمة الصحة أريد أقول ممكن إذا ما أريد أعتبرها مخيفة وإنما هي إنذار، ما أريد شوي نبي نخوف الناس من هاي الناحية أنه يبدأ يصير كالوباء، ولكن هو فعلا الآن تكلمت مرارا وتكرارا، كان من منبري في عيادة كوبنهاغن الدنمارك، أيضا تكلمت مرارا وتكرارا في العراق في بلدي الحبيب، كان عيادتنا مركز مرض الوزن بغداد أو عموما أونلاين. اليوم مرض السمنة بدأت تتوجه إلى الأنظار بحذر أكثر بدقة أكثر، وهذا الشيء حقيقة ما أقول بدأ يفرحني، ولكن بدينا نحط الخطوط الحمراء تحت المسبب الأكبر لجميع الأمراض. تكلمت بالتقرير الرائع أن اليوم مرض السمنة يشكل هو السبب الأول لمرض السرطان، هو السبب الأول لكورونا. تكلمت مرارا وتكرارا أنه سبب كورونا كان هو الناس المصابين بالأمراض المزمنة، يعني الناس اللي نخاف عليها هي الناس المصابة بالأمراض المزمنة، هي الناس المصابة بأمراض القلب، السكر، ضغط القلب، الأوعية، الشرايين. فاليوم بدينا نوجه الأنظار تحت مسمى الكل يفتهمه وهو مرض السمنة. باب السمنة هو باب الأمراض لجميع الأمراض في العالم. اليوم يمكن احنا بدينا نقول بسنة 2025 راح تبدي يزيد السمنة إذا ما حطينا لها حد الآن، وتحديدا بأوروبا، لكن أنا أتكلم بالعالم اليوم من خبرتي، إن كان بالعراق بعيادتي بالعراق، إن كان بعيادتي كوبنهاغن الدنمارك أكيد، والمتابعة أونلاين عموما لجميع البلدان العربية والأجنبية أيضا مو فقط أوروبا. اليوم السمنة تعد خطرا رئيسيا، لازم نحاربها ولازم نتعاون في محاربتها. هاي حتى نكون أيضا حقين. أهلا بك مجددا دكتورة رشا، ضيفة في الحصاد الإخباري هذه الليلة. دكتورة رشا، لنبدأ من الأطفال، يعني من الملاحظ أيضا وبحسب الإحصائيات بأن معدلات السمنة بين الأطفال تضاعفت وزادت بشكل مخيف. تبدأ المسؤولية من توعية الطفل والاهتمام بغذائه وماذا يأكل هذا الطفل في العراق تحديدا، يعني لنتحدث عن الطفولة والسمنة، الوقاية، الحفاظ على أطفالنا يعني نجنبهم السمنة عندما يكبرون و تتحول هذه السمنة إلى أمراض مخيفة وخطيرة على الصحة. تفضلي. طبعا أشكركم على هذا الطرح القيم والدقيق جدا، وأشكركم جدا أنه قلتوا خلينا نتكلم بالأطفال أولا، يعني صرنا إحنا اليوم نعرف أنه السمنة تصيب الكبار وتصيب الأمهات وتصيب الآباء وما إلى آخره، لكن
فعلا احنا وتكلمت مرارا وتكرارا مع ناس كثيره مسؤوله بالبلد، وقلت يمكن لو تصح لي الفرصه اوصل الى المنظمات الصحيه والى وزاره الصحه. ليش؟ لانه اذا خلينا الطفل من هو صغير صحي راح ننشئ جيل صحي. شلون ندخل لصحه الطفل لما ندخله من المدارس، من الروضات طبعا اولا، من المدارس ثم نصير نوعي البيئة توعية دقيقة وتوعية رائعة. مثلا على سبيل المثال عندنا بالدنمارك الطفل لما يجي للمدرسة اللونش بوكس مالته أو بالروضة اللونش بوكس مالته أكو رقابة عليه، يعني المعلم اللي موجود يراقب الطفل ياكل كل يوم خبز أسمر، لو ياكل خبز أبيض، ياكل كل يوم حلويات، طبعا حلويات ممنوعة بالمؤسسات اللي هي الروضات والمدارس، لو ياكل جزر وخيار وتفاح. ففرضا بعض الأطفال يحبون الحلويات، الأهالي يدخلون لهم مثلا بعض الأمور اللي غير مسموحة، خلينا مثلا الشوكولات اللي تصير خفيفة كرقائق شوكولات، الشوكولا اللي تنحط على الخبز الأسمر مع الزبدة، هاي ممكن نمشيها لأنه باعتبار يعتبر خبز أسمر زائد مسحة زبدة زائد رقائق الشوكولا. بس اذا الطفل كل يوم يجي للمدرسه او للروضه كل يوم جايب ويا لونش بوكس هو عباره عن سندويش خلي اقول بالخبز الابيض مع الشوكولا او تشيب او حلويات، راسا يرفع بهذا الطفل تقرير الى المؤسسه الحكوميه او الى الجهه الحكوميه المسؤوله عن هاي البلديه. فهنا أنا يمكن اني احب اوجه رساله انه احسنتم مثل ما قلتم لازم نبدا بالطفل، والطفل هو مشروع استثمار رائع نبدا به. اليوم احنا نقول خلاص صارت عندنا سنه، شلون اليوم نسوي مخطط للعراق، مخطط للاوروبا، ومخطط للعالم كله انه نبدا نتخلص من السمنه، نبدا من الطفل في سن الحضانه في سن الروضه. طيب وفي يا دكتوره رشا، ولكن كما يقال بالعربي الدارج خليني اعتبر حالي مثل، نحن شعب بنحب الاكل خصوصا بالليل، يعني كلنا مولعين بالاشياء اللي بتسلي كما يقال بالعربي الدارج، ومنحب الرز، وخصوصا امام ونحن نشاهد فيلم اجنبي ولا نسمع شو قصه واثناء جمعتنا. كيف نفرق بين نظام غذائي واخر؟ ما هي نوعيه الفحوصات التي نحتاجها خصوصا ربما دم تحديدا؟ كيف نفرق بين بعض العيادات المتخصصه بالتخسيس وبين اخرى؟ جمعت عدة أسئلة في سؤال واحد، ومعظم الأسئلة اللي ذكرتها أستاذنا الكريم أسئلة مهمة جدا. أولا شلون نغير عاداتنا الغذائية السيئة لما إحنا نكون قاعدين نشاهد فيلم أو قاعدين نلمة عائلية، إن كان بالعيد إن كان في شهر رمضان المبارك اللي مضى، طبعا كل عام وأنتم بخير وعيادناكم، أو إن كان شكرا، أو إن كان إنه مجرد عندنا ضيوف أو عندنا رايحين للسينما. تبدا العادات الغذائيه تغييرها الاصلي والجذري من الاهل. يعني انا ما اقدر اطلب من الطفل واني قاعده اذا اضع فيلم اطلب من عنده ياكل جزر وياكل بوب كورن اللي هو الشاميه بدل الشيبس وبدل السكريات، واني دا اكل كنافه ودا اكل بقلاوه ودا اكل حلويات ثانيه. فاني المفروض كأم كأب مسؤوليتي اني اخلي الجزر على الطاوله، اخلي الخيار على الطاوله، اقطعه بشكل لطيف. يمكن ايضا هنا أنا ابدي اطرح أو يعني أتكلم عن البدائل الموجودة بأوروبا بالسوبر ماركت، نلقى مثلا جزر ونلقى خيار ونلقى خضار مقصقصيه على شكل لطيف جدا مع مثلا حمص، مع صحن حمص، مع صحن جاجيك اللي هو خيار ولبن، فيصير عندنا هنا البديل. أنا لما أقعد أبغى فيلم كعائلة بدل ما أجيب الشبس والحلويات والمشروبات الغازية وغيرها العصائر و و و أبدي أجيب صحن خضار اللي هو فلفل أحمر، فلفل أخضر، جزر عدة ألوان، وخيار وحمص او جاجيكي اللي هو لبن وخيار. طبقا الطفل راح يترك الحلويات وراح يلتجئ الى الصحه. او اذا عندنا طبعا اطفال، هسه بعض الامهات والاباء يقولون اطفالنا نحفاء، احنا مو دائما نعاني من السمنه، بس حتى نكون صحيين نلقى البدائل الصحيحه يكون اقل. باختصار للكبار يا دكتوره رشا نظرا لضيق الوقت، للكبار نوعيه الفحوصات المطلوبه. الفحوصات المطلوبة طبعا عدة فحوصات يمكن أني أجريها اللي هي خاصة بالسمنة، إن كان بالدنمارك إن كان بالعراق مركزنا مراقب الوزن، فحوصات خاصة بالسمنة اللي هي الهرمونات لازم أيضا
شكرا على هذا السؤال ايضا رائع، لانه بعض الاحيان حقيقه استاذنا الكريم يكون اكو خلل بالهرمونات تسبب الى الافراط بالاكل وايضا الى تكدس الشحوم في اماكن كثيره، مثلا عندنا ارتفاع هرمون الكورتيزول لازم نعرف اللي هو هرمون القلق والتوتر، اليوم الاطفال يعانون من عنده، لازم ايضا نسوي فحوصات هرمونات، فحوصات فيتامينات، فيتامين دي 3 ايضا مهم جدا نعرفه صاعد نازل، لانه ايضا ياثر على افتتاح الشهيه والكابه والقلق والتوتر، ويصير عندنا شغف اكثر للاكل. فاحسنت على هذا السؤال، اذا كانت الهرمونات والفيتامينات منتظمه بجسم الانسان وعده فيتامينات اخرى معادن، اذا كانت منتظمه اكيد راح يكون عندنا سهوله اكثر في تنظيمنا الغذائي وفي اختيار الاكلات الصحيه اكثر. شكرا جزيلا لك دكتورة رشا الموسوي اخصائيه التغذيه، شكرا جزيلا. استقبلت مدن اقليم كردستان اكثر من 120 الف سائح من محافظات العراق كافه خلال عطله العيد، فيما توقعت السلطات المحليه ارتفاع الاعداد لغايه نهايه الاسبوع الحالي، واعلنت السلطات الامنيه والخدميه والطبيه في اربيل وباقي المدن استنفار كوادرها لاحتواء الاعداد الكبيره عبر اجراءات يفصلها تقرير زميلنا عثمان الشرف. أكثر من 60 ألف سائح وصل إلى أربيل خلال أيام، فيما تتوقع سلطات السياحة أن يصل عدد الوافدين من وسط وجنوب العراق نحو 150 ألفا خلال نهاية موسم العيد، عدد مشابه في السليمانية ودهوك حتى الآن، فيما تعددت وجهات السائحين داخل المدن. المناطق السياحية باستعمالها بصورة عامة يعني مناطق جميلة نفتقدها صراحة بديالة بالخصوص وبالمحافظات المركزية بالعموم، مع ما كل شيء مناطق سياحية منطقتين، هنا الأجواء جميلة جدا. الأجواء يختلف على ذاك العيد كلش، لأن ذاك العيد كان بكورونا والعالم ما تقدر تطلع، وهذا العيد اختلف كلش. من مدن الألعاب إلى المنتجعات السياحية وصولا إلى المطاعم والمقاهي والمولات التي اكتظت بالسائحين، فيما استنفرت كافة القطاعات الخدمية والأمنية وعلى رأسها الأسايش. يعني أجواء كلش حلوة بسليمانية، يعني تعامل كلش حلو، طبيعة حلوة، يعني أحسن من ذاك العيد الراح وذيك السنة، يعني يختلف العيد كلش يعني زين، وناس يعني فرحانة بالأجواء. جينا من محافظة بغداد إلى محافظة السليمانية، الأجواء هنا كلش راقية وحلوة ومرتبة يعني الحمد لله وشكر أجواء كلش رائعة. وتتوقع كردستان أن يستمر موسم السياحة بعد عامين من توقفها نتيجة الجائحة الوبائية، وهيئة كافة الخدمات لاستقبال السائحين من داخل وخارج العراق. الشرقية نيوز، عثمان الشرش، أربيل. وبهذا نأتي إلى ختام حصاد الليلة، أنا وآلاء نشكركم. شكرا لك سعيد، وشكرا لكم لمتابعة حصاد هذه الليلة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. We'll be right back.